السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم على القناة. اليوم إن شاء الله جبت لكم عجين لجميع المعجنات، سهل ورائع كيجي باللبن. لهاد العجين غادي نحتاجو الكاس ديال اللبن، انا دفيته شويه ما كان سخنوش بزاف، غير يدفى صافي. وكان نطفو عليه البوطه، كاس نص كاس ديال الدقيق، وغادي نديرو معلقه كبيره ديال الخميره ديال الحبيبات، وغادي نديرو جوج معالق ديال السكر سنيده ولا معلقه على حسب اللي كنتو غادي ديرو، مالح ولا الحلو. هاد المعجنات انا غادي نديرهم، غادي ننوع، ندير مالح والحلو ان شاء الله، داكشي علاش ما غاديش نكثر السكر، غندير غير معلقه ديال السكر. وعاد غادي نديرو المرحله الثانيه، فيها نص كاس ديال الزيت وخماره ديال الحلوه مع، وغادي نديرو معاها الدقيق اللي غيجمع لينا هاد الدقيق اللي غادي يجمع لينا. صافي هادشي اللي غادي نحتاجو، ما غادي نضيفو لا ما لا والو، بهاد الكاس ديال اللبن هو اللي غادي نعجنو ان شاء الله هاد المعجنات. راه كيجيو رائع، اي شكل بغيتي ديرو بهم ديرو، لي شوسون كورني، اي شكل بغينا نديروه ان شاء الله غادي نديروه بهاد العجينه الرائعه. دابا بسم الله غندور على بركه الله، كاس ديال اللبن كيكون دافي كيف قلت لكم، غادي نضيف معاه نص كاس ديال الدقيق، غادي نضيف معاه معلقه ديال الخميره، معلقه كبيره كيف ما كيبان لكم ديال الخميره، والسكر انا غندير غير معلقه لانني بغيت ندير بهم المالح والحلو. ممكن ندير بهم لي شوسون، ممكن نديرو بهم بزاف ديال المعجنات، بيتزا، ان شاء الله غندير لكم واحد الفطيره كتجي رائعه بهذا العجين. صافي غادي نخلط هاد الكل، سهله بلا دقيق بلا تعب، ما غادي نتعبوا فيها ما والو. صافي دابا راه خلطناها، غادي نجيبو شي، غنجيبو في هاد البلاستيك وغادي نغطيه، غادي على حسب الجو خلوه واحد ربع ساعه حتى نصف ساعه تخمر الضعف الحجم ديالها، وان شاء الله نتلاقاو باش نكملو هاد العجين. من بعد ما تخمر ان شاء الله نطلقها. هي العجين ديالي بعد ما خليتها خمرت، غادي نحيد ليه هذا البلاستيك، وغادي نضيف ليها نص ربع كاس ديال الزيت، ربع كاس راه خامره، غادي نضيف لها شويه ديال الملح. الا كنتو نتوما غديروها ماء حلوه ما تكثروش الملح، الا كنتو غديروها فيه مالحه ديروا فيها الملحه، معلقه صغيره ديال الخميره، معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه، صافي. وغادي نضيف الدقيق، الدقيق كنديرو بشويه بشويه تيتجمع لينا هاد العجين. كتكون العجينه مرخوفه شويه،
صافي دابا غنخلط باليد ديالي. غير كنجمعوها ما كندلكوها ما والو صافي. وكتكون عندنا جاهزه لجميع المعجنات اللي كنستعملوا الملح والحلوه. كتكون شويه خفيفه، ما تكونش خفيفه ثاني بزاف. انا غنضيف واحد القليل من الدقيق صافي. هذا هو الكثافه ديالها اللي خاصها تكون فيها. هاي العجين ديالي صالحه دابا لجميع المعجنات. غادي نخليها تخمر واحد ربع ساعه، من بعد ان شاء الله نتلاقاو باش نشكلوها. هذه العجينه ديالنا، نتوما شكلوها كيف ما بغيتوا. هاي العجين ديالي بعد ما خمرت، صافي نشكلو باي شكل بغينا نديرو، مملحات بغينا، فطائر حلوه، اي حاجه بغينا نشكلو بها نشكلو بهذا العجين. دابا غندوزو الشكل الثاني، رشيت شويه الدقيق. من بعد ما قطعتهم انا شديت هنايا البصله، هذه الحشوه البصله قطعتها قطعات صغار، ضفت ليها شويه ديال الفلفله الملحه البزار، شويه ديال الحار، وضفت ليها الكفته والزيت المقطع صافي. وغادي نعمر بها هذه الحشوه ديالي. هادو لي شوسون غادي نصاوبو على شكل لي شوسون صغيورين صغار. غنبقى تنكملهم كاملين ومن بعد نتلاقاو ان شاء الله. انا درت بها دابا هاد جوج ديال الاشكال هاد العجين، ان شاء الله غندير لكم اشكال كثيره متعدده بهاد العجين، غير جربوا ان شاء الله غادي تصدق معاكم. يلا نتلاقاو من بعد ان شاء الله نكمل هادي. هامو ديك الكورنير دهنتهم دابا بالصفر البيض، وغادي ندخلهم للفرن يطيبوا. وان شاء الله لي شوسون تما غادي ندهنهم، غادي ندهنهم وندخلهم للفرن يطيبو، ومن بعد نتلاقاو ان شاء الله باش تشوفوا النتيجه النهائيه. ها هي العجين ديالي بعد ما ساليتها ودرت الجوج ديال الاشكال، هذا لو شوسون، هذا درت الكورني، هذا عمرته كيف ما كيبان لكم بالهداند، ودرت معاه صوص بيشاميل، ودرت الفرماج كيف
محكوك كيجي رائع. نتمنى تجربوه ان شاء الله. الى عجبكم بارطاجوا مع الاصدقاء ديالكم وديروا جيم. والى الوصفه القادمه ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.